السلام عليكم متتبعي قناة نيفرنورا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. في هذا الفيديو تاع اليوم كنقترح عليكم واحد الطبق ديال لي بات ولا سباكيتي أو اللي تحبوا نتوما تديروه ديال الانواع ديال لي بات بالشامبينيون ولا كريم، كيجي رائع البنات في المذاق. جربوه وغادي تعرفوني علاش كنهضر. فان شاء الله الى عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوناش من التعاليق الزوينه ديالكم واللايكات ديالكم لانكم كتشجعوني بها. ونتلاقاو ان شاء الله نشوفوا المقادير. فعلى بركه الله نشوفوا المقادير التاليه. عندي هنايا واحد الكميه ديال الشامبينيون، انا كثرت الكميه لانها غادي يخسر فاضطريت انني ندير كميه كثيره. عندي هنايا واحد الكميه ديال الشامبينيون تقدروا تستعملوا اللي بغيتوا نتومايا الكميه اللي عندكم. عندي هنايا البلون دي بولي تقدروا ديروه وتقدروا تصغنوا عليه كذلك، فلان هذا الكريم ديال الشامبينيون ما كتحتاجش البولي، غير انا بغيت ندير فيها واحد شويه، غندير شويه ديال البلون دي بولي. عندي هنايا واحد البصله موين قطعتها طريفات صغار، الا عندكم لي شالوت غيكون احسن. عندي هنا سباكيتي اللي غنحتاجوها اولا تقدروا تستعملوا اي لي بات اللي عندكم. عندي الزيت البلديه، عندي هنايا البزار، عندي لا كريم، وعندي الملحه. فعلى بركه الله غنشوفوا الطريقه. صافي هنا في واحد المقلاه على النار غادي نوضعوا الزيت، غادي نضيفوا ليها هذا البصل، صافي في هذه الاثناء غنزيد الدجاج حتى هو يتقلى. صافي هنايا من بعد ما درت هذا الدجاج فيه يتقلى، هنا غنضيف عليه الشامبينيو كذلك باش كلشي يتقلى مره واحده. فانا غسلت هذا الشامبينيو هذا، صافي غنخليهم يطيحوا دابا مزيان. غنضيف عليه الملحه، ونخليهم يتقلوا. صافي هنايا من بعد ما هذا راه قرب يطيب لينا، هنا الماء راه غلى ليا، غادي نضع واحد الكميه ديال الملح في الماء، وغادي نجيب هذيك سباكيتي ونوضعها في الماء نخليها حتى تسلق ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما طاب ليا داك الشامبينيو غادي نزيد عليه لا كريم، وغادي نخليه حتى يختار شويه ان شاء الله. صافي ها هي هذيك لا كريم راها عقادت، غادي نطفي عليها وغادي نطفي على سباكيتي ونرجع معكم ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما هذيك سباكيتي سلقناها غنضيف عليه دابا هاد لاصوص هادي، كما كتشوفوا صافي. فكان البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، كيجي على هاد الشكل كيجي رائع البنات في المذاق. فلعجبكم فيديو البنات تاع اليوم ما تنساوناش ملي لايك وبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.